كان عندها مشكلة وهي صغيرة، اكتشفناها وهي عمرها سنة ونص او ما بين سنة ونص سنة وسبعة اشهر زي هيك. طبعا البنت كنا في الاول كنت اشك فيها انه بتسمع ما بتسمعش، كنا ساعات نلعبها ما تنتبهش. بدأت طبعا اللي هو الاجراءات الاولية، يعني اوديها على اطباء السمعيات، اوديها على مستشفى الشفاء، على اطباء في عيادات خاصة. طبعا وديتها على احد الاطباء، حكى لي في ميه ورا طبله الودن بتاعت دارين، هذه اللي مأثره على بعد فحص السمع. طبعا مختصر بعد فحص السمع عملنا لها، كان سمع ضعيف، حكوا لي في ميه ورا طبله الودن. عملت العمليه في عياده خاصه، بعديها عملت لها فحص السمع ما فيش استجابه. بعدين وديتها على جمعيه على اطفالنا، عملت لها فحص السمع الكتروني، اكتشفت ان البنت عندها فقدان سمع شديد جدا. هذا بالنسبة لفحص السمع. ابتديت اعمل اجراءات، بلشت اسمع في قصة اللي هو زراعة القوقعة. ابتديت اعمل اجراءات تحويلات برا، على اساس ان انا يعني مش عايز بنتي انها تكون مثلا في جمعية اي جمعية سمة او اي مكان، يعني كل يعني ولي امر وكل اب وكل أسرة يعني بتمنوا لابنهم إنه يكون بسمع، وخلص يعني بتكون حزة في نفسية الواحد، إخوتها الثلاثة بسمعوا كويسين وهي لا. فحكولي في اللي هو زراعة قوقعة، خالها صيدلي، فحكالي طبيب صيدلي، فحكالي اليوم في الطب تطور وفي زراعة قوقعة وفي كذا وكذا وكذا وكذا. فابتديت إن أنا أعمل إجراءاتي عن طريق مستشفى الشفاء، إن أنا أحولها على مصر. اجى الدكتور مازن الهاجري على غزه طبعا، وشفناه وقعدنا معاه، اللي هو الحالات اللي كانت يعني مضطره كتير. مثلا اجى اول مره يعني وصل بالليل، واول ما وصل بلش على طول يعني ما تريحش. اول ما وصل مستشفى الشفاء مبنى الاداره يمكن الساعه 7 8 في الليل، هو وضله يمكن لا الساعه واحده وهو يستقبل حالات ويشوف مدى اللي هو الحاله اللي بتيجي مع الملفات وكل شيء، يكتب سيتي. وتاني يوم بلش يعني عمليات الحمد لله. بعد ما الدكتور مازن الهاجري عمل عمليه زراعه القوقعة هنا في غزه في مستشفى الشفاء، ابتديت احس بالفرق الكبير. يعني الحمد لله رب العالمين، البنت يعني مستوى السمع تبعها يعني ممتاز، يعني تقريبا زيها زي الشخص اللي هو البني آدم الطبيعي. كبداية تأهيل مع الطفلة دارين، كوني كمدرسة للطفلة، كبداية وجدت صعوبة في دمجها مع الأطفال، لأنه الأطفال أنا كانوا مؤهلين من بداية معاهم أنا،
لكن وبحمد الله تأهلت دارين وتم دمجها مع الأطفال وتفاعلت بحمد الله مع مرور الأيام. مستوى دارين في المستوى العلمي للتأهيل ما بعد الزراعة الحمد لله ممتاز، يعني بالنسبة لأطفال باقين ممتاز. بعد فترة كانت تتلقى جلسات فردية للتواصل في مستوى أطفال جمعية الأمل، بعد هيك الحمد لله تواصلت مستواها أصبح من مستوى أطفال جمعية الأمل، والحمد لله تأهيلها الآن مثل ما قلت إنه تأهيل ممتاز. صار في تأهيل دارين، صار في حكي، صارت تتعلم الحكي، تعلمت الكتابة، صارت تقرا الحمد لله. اليوم وصلت يعني بتعد من 1 لـ20 لحالها، تقرأ قرآن، سورة قل هو الله أحد، يعني الحمد لله بتقرأها كلها. صار يعني في استجابة طبعا بفضل التأهيل اللي هو بعد زراعة القوقعة، صار يعني بالنسبة إلها يعني شبه إنه بني آدم طبيعي جدا جدا جدا. من ناحية التدريب اللغوي أصبحت الطفلة دارين الآن عندها حصيلة لغوية ممتازة جدا، يعني مقارنة مع أطفال باقين ممتازة جدا، يعني دارين الآن حصيلة لغوية بتعبر كتير، يعني كلمات، جمل مكونة من كلمتين، جمل مكونة من 4، في بعض الأحيان تسرد لنا ما حصل يعني في بيتها مع أخوانها مع أمها ووالدتها ووالدها، الحمد لله يعني أصبحت تسرد تقريبا تسرد قصة لنا دارين الآن. الفضل كله الحمد لله لرب العالمين، الحمد لله يعني رب العالمين إنه يعني وصلنا لمرحلة زي هيك بالنسبة لدارين. طبعا الشكر والفضل كله برضو برجع للدكتور مازن الهاجري، وبرجع برضو للمتبرع الهلال الأحمر الإماراتي، وبنشكرهم يعني الحمد لله. ودائما إحنا بنتوجه يعني بالدعاء، وبنتوجه للناس يعني اللي هم ساهموا في يعني في دخول اللي هو السمع بعد عالم الصمت اللي كانت عايشة فيه دارين، صارت تسمع وتحكي وكل شيء الحمد لله. هاي شغلة، والشغلة المهمة انه انا يعني اليوم وبكرة وبعده يعني عمرنا ما بننسى الجميل هذا، ولازم اعرف بنتي، لازم بنتي تعرف يعني لما تكبر لازم يجي يوم وخليها هي بنفسها تشكر الدكتور مازن بلسانها، يعني بعد ما كانت صماء لازم اخليها هي تشكر الدكتور مازن الهاجر وتشكر الهلال الاحمر الاماراتي هي بنفسها ان شاء الله يعني، والحمد لله رب العالمين. الطفلة أيضا دارين قاسم تم دمجها مع أطفال عاديين من خلال تنفيذ مشروع دمج أطفال زارعي القوقعة مع الأطفال الطبيعيين في روضة السماح، والحمد لله كانت دارين قاسم طفلة شبه طبيعية مع الأطفال الطبيعيين الحمد لله، هذا بفضل الله وبفضل الدكتور مازن الهجري. كانت بتعبر مع حديث، كان حديث سليم وتعبير وفهم وتواصل، كان ومن ناحية تعليمية أيضا مع مدرسة الأطفال الطبيعيين مدرسة لغة عربية كان تواصلها معها ممتاز الحمد لله، ومن خلال تقدير المدرسة مدرسة روضة السماح روضة الأطفال الطبيعيين مدرسة الأطفال الطبيعيين كان تقديرها لدارين جيد جدا، يعني ممتاز كثير الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شاطرة.
طبعا احنا في النهاية يعني بنشكر الدكتور مازن الهاجري، بنشكر الهلال الأحمر الإماراتي، بنشكر كل من ساهم في مع الأطفال مع أطفالنا في زراعة قوقعة، بنشكر كل من ساهم يعني طلع الأطفال هذول من عالم الصمت ودخلهم اللي هو في العالم الطبيعي السمع والحكي، والحمد لله رب العالمين. شكرا. شكرا دكتور. دكتور مازن الهاجري.